وإذا تحددت عنده جهة القبلة سهل عليه بعد ذلك معرفة دخول وقت الصلوات، صلاة الظهر، صلاة العصر، لأنك إن لم تحدد جهة القبلة لا تستطيع أن تعرف وقت الظهر مثلا، لأن وقت الظهر كما هو معروف في كتب الفقه هو إذا زالت الشمس عن وسط السماء، لكن وسط السماء زوال الشمس يختلف باختلاف المواطن التي أنت فيها، فزوال الشمس وأنت في اليمن غير زوال الشمس وأنت في مصر وأنت في العراق وأنت ها هنا. فهنا حينما تزول الشمس يجب أن تكون قد راقبت طلوع الشمس وارتفاعها، حينما تلاحظ ارتفاع الشمس تلاحظ أن ظل الشيء يتناقص ويتناقص ويتناقص. أظن أنتم معي في هذا التخيل، أما القضايا الأخرى يكون قد تكون خافية على البعض. فحينما يظل هذا الظل، ظل الشاخص، يتناقص ويتناقص، فإذا رأيته وقف تناقصه ولو لحظات هذا ما يعرف عند الفقهاء بوقت الكراهة، أي قبل الزوال، فلا يجوز في هذه اللحظة الصلاة لأن وقت تسعر فيه جهنم كما جاء في الحديث. فإذا رأيت هذا الظل قد بدأ يطوله فهذا معنى دخول وقت الظهر، لكنك إذا لم تحدد الجهة في المشرق والمغرب ما تعرف أن هذا وقت وقت الطول هو هذا وقت الزوال وأنا ليس كذلك. هذا وقت الظهر إذا نعرفه بعد أن استمر ظل الشيء يتقاصر ويتقاصر حتى يقف، لا تشوفه طال ولا قصر، هذا وقت كراهة الصلاة. فإذا طال قليلا حين ذاك دخل وقت الظهر وخرجنا عن وقت الكراهة. أي وقت العصر حينما وقف ظل الشيء عن التقاصر وعن التطاول، هذا الوقوف هذا الظل واقف يعرف عند الفقهاء بفيء الزوال. فيء الزوال هذا يجب أن تستحضر حقيقة طبيعية أنه يطول ويقصر. قلنا آنفا أن الشمس الآن تكاد تكون على رأسنا شاخوريا، وبذلك يكون الظل قصيرا جدا، ولهذا هذا الظل ظل الزوال اللي هو فيء الزوال عند الفقهاء لا يرى في خط الاستواء، لأن العمود العصائر واقف عموديا في وسط في خط الاستواء يظل الظل يتقاصر ويتقاصر حتى يركب نفسه، يعني لا يبقى لهذا ظل. فإذا ظهر قليلا معناه صار وقت الظهر، أي زالت الشمس عن وقت عن إيش؟ عن وقت الكراهة ودخل وقت الظهر، هذا في خط الاستواء. أما خطين اللي هم حوالي خط الاستواء إيش بيسميه جنب السرطان، هذول بطول ظل هذا الزوال ويختلف طوله باختلاف الفصول كما قلنا. الآن في هذا الشخص الذي نتخيله الآن قصير، لكن في الشتاء لما تميل الشمس إلى نحو الجنوب يبقى هذا الطول طويلا. فإذا أردنا أن نعرف وقت العصر، وقت العصر كما جاء في الأحاديث إذا صار ظل الشيء مثله مع فيء الزوال، ظل الشيء مثله مع فيء الزوال، لا المثلين هذا مذهب لا نرضاه، المثلين هذا مذهب أبي حنيفة وخالفه فيه أصحابه. الشاهد
أن النص في الحديث وقت العصر إذا صار كل شيء مثله زائد فالزوال. إيش معنى هذا الكلام؟ نفترض عندنا الآن هنا شاخص طوله متر، نصبناه لنعرف وقت الظهر، فتتبعنا ظله وإذا به يقصر 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 إلى أن وقف عند طول الظل تقريبا 10 سنتي. بعد 10 سنتي طال ربع سنتي مثلا، معناها صار وقت الظهر. الآن نحن بنحط في بالنا أن طول شيء الزوال قديش؟ 10 سنتي. هذا الشخص لما نشوفه ضرب الظل نحو الشرق متر زائد 10 سنتي، معناها صار وقت العصر. في موضع آخر أشار الأستاذ هنا، إذا صار ظل الشيء مثله يعني مترين زائد 10 سنتي، لا الفي لا يتباع، الفي لا يتباع، مترين زائد 10 سنتي بيكون صار وقت العصر عند أبي حنيفة رحمه الله من تبعه بيسموه هذا العصر الثاني. لكن الذي جاء في الأحاديث هو ما في غير عصر واحد، وهو إذا صار ظل الشيء مثله زائد فيء الزوال. فيء الزوال في وقت الشتاء بصير متر، فأصبح في ذاك الوقت بدك تحط متر زائد متر، حينئذ يكون صار وقت العصر. فهذه قضايا في الواقع يجب يعني طلاب العلم على الأقل يعرفوها لحتى يستدلوا بها أولا على جهة القبلة، وثانيا على تعرف على وقت الظهر والعصر. أما بقية أوقات فهي أسهل بلا شك، لأنه تعرفون الفجر وقته عندما يمتد النور إلى في الشرق ممتد من الشمال إلى الجنوب، هذا يراه كل إنسان. وقت المغرب عند غروب الشمس هذا كمان يعرف البدوي مثل الحواري، لكن اللي يختلف فيه غروب الشمس هذه ضروري. تفضل حدثنا عن غروب الشمس، كل البدوي الحضري بيعرفوا هذه. نعم. لكن مدى الاختلاف الحاصل عندنا هنا في رمضان نعم. لا يخفى على اثنين. نعم. هذا سبب سبب الإعراض عن إثبات الأوقات الشرعية بالأدلة الشرعية، وسبب الوحيد هو الكسلني والتنبلي بالتعبير الشامي، الكسلني والتنبلي والركون إلى الدعاء، لأنه الآن المؤذنين الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا فقال اللهم اغفر للأئمة، ايش اللهم يرشد للأئمة، اي نعم اللهم اغفر للمؤذنين، هؤلاء اصبحوا كسائر الموظفين في الدوري، لا فارق بينهم ابدا، لا فارق بين هذا المؤذن وبين اي موظف في دائرة من الدوائر، لانه عمل روتيني. فهو ما يؤذن إذا رأى الشمس قد غربت، وإنما يؤذن على المفكرة، والمفكرة قد ثبت لدينا أنها غير صالحة لأنها وضعت في بلاد ثم نقلت إلى بلاد أخرى. وإلا ما بال الأذان اليوم في مثل عمان يؤذن للمغرب بعد غروب الشمس التي نراها نحن في الجبل، جبل عمان نرى الشمس قد غربت بأعيننا، ثم يؤذنون بعد غروب الشمس ونحن في الجبل لعشر دقائق، ماذا نقول عنهم في الوادي في وسط عمان؟ هذول تغرب الشمس عنهم قبلنا بعشر دقائق أخرى، مع ذلك تجد مؤذنين يؤذنون في المسجد الحسين الكبير، ما أعلى مسجد هنا وأعلى مسجد يؤذن بعد غروب الشمس بعشر دقائق. السبب أننا أهملنا تطبيق الأحكام الشرعية،
بالتالي يأتي اختلاف في وقت العشاء. وقت العشاء كما في الأحاديث الصحيحة عند غروب الشفق الأحمر، ونحن نرى أيضا بأم عينا غروب الشفق الأحمر قبل مدين ساعة من غروب الشمس، وهنا يؤذنون بعد غروب الشمس بنحو ساعة وثلث تقريبا. فمعرفة هذه الأوقات وأدلتها الشرعية أمر مهم جدا، حتى ما يقع الإنسان في مخالفة قد تؤدي أحيانا إلى إبطال العبادة. مثلا الذين يؤذنون الفجر قبل طلوع الفجر الصادق على أقل بعشرين دقيقة، فقد يصلون، وإن كنا الحمد لله لاحظنا بعض التعديلات في بعض المساجد، لا يدخلون في صلاة الفجر إلا بعد طلوع الفجر الصادق تماما. نسمع نحن الإقامة في الدار وبالكاد نرى الفجر طلع أو ما طلع، الإقامة معنى ذلك أنهم صلوا السنة قبل وقتها يقينا، خاصة الناس المتعبدين اللي بيجوا مبكرين، مجرد ما بيسمع الأذان يكونوا في المسجد، فمعناها أنهم يصلون السنة قبل وقتها. أنا هناك بعض الشرع والبعض، نحن هذا حريصين نكون فريضتهم إيه صحيحة، لكن لماذا لا تكون أيضا نافلتهم صحيحة كالفريضة؟ يحتاج إلى مراقبة، لكن هذه المراقبة يجب الدولة عليها أن تراقب الأمر ثم تفرض على موظفين عندها كالمؤذنين والأئمة أن يؤذنوا على الأذان الشرعي. وهذا معناه أن ما يصلح لعمان، مدينة عمان في وسطها، لا يصلح لمن في أعلاها، لأن كل منطقة لها شروقها ولها غروبها ولها فجرها ولها مغربها وعشاءها وهكذا. فهذا هو السبب في كون الناس اليوم يختلفون في أذان المغرب متى، لأنهم لا يراقبون الوسيلة الشرعية التي جعلها الله عز وجل وسيلة لمعرفة الأوقات الشرعية سواء من الفجر أو غيرها كالمغرب. نعم. يظن عليهم كما يشاهد مقبرة ما كانت فيها عادة تغيير القبر ويوم أن تكتب المقبرة ثم عادة مثل الشجرة الأقصار الجنة الجنوبية تكون أطول، يعني فقط تكون من الشمس تكون مائل من جنة الجنوب فتعرضها للشمس بيعطيها طول أطول من الجنة. خير بعدين فرضاً يلاحظ أنه يخرج القمر بدراً من كل شهر من جهة الشرق، فهذا ممكن إذا تطلع فرضاً شهر 14 كذا في طريقة غير ومن هي عدد وسط الساعة هذه، بس يمكن بدأ شهر أخي ممكن ما أصلاح إيش أخي الصلاة طبعاً الساعة ما يصحيها ما يناشف طبعاً الساعة جربت يعني؟ قضية تحولها يعني ما هي؟ كيف يعني؟ معك يعني معش يتوجه ما هذه ما لا مش علمية له بدليل انه 12 اليوم تساوي 11 امس بعدين 11 ثابتة تختلف باختلاف الفصول ايضا، لانه هلا انت تعرف انه الظهر مش دائما بيأذن ساعة 11 ونص بالتوقيت القديم، وانما بتأخر احيانا بصير 11-12 لكن صح هلا واحد لكن هذا مو ثابت، لذلك هي قضية الساعة وهم قائل في الآن هذا، لكن الأشياء التي ذكرتها أشياء يعني أرمية وجميلة جدا. على فترة شهر ثاني لعملية توزيع الساعة في الشمس، لا هذا إيش هاي العشان يقول في الأخير كيف فاتني شو؟ عادة لو وجهت أقرب الساعات محصلت الشمس تصير محصول مايلي. طبعا هل هو اللي عرف شيخ اللي عرف ان الشمس تخرج من هنا خلاص عرف الحج الجاي في الله هو شرق الارض؟ لا لا تحيط عن الساعه، اما بالنسبه للساعه فهمنا الساعه شو هذه كل انه فرق انك عرفت طرف الشمس عرفت طرف الضروري للساعه. طيب ولما اعرف
نصف ساعة. طيب انا لو وضعت اقرب الساعات تجاه الشمس الله هذا المشاكل اقرب الساعات تجاه الشمس نصف الزاوية المحطورة ما بين عقرب الساعات ما بين الخط المواصل بين 12 و 16 صف الزاوية يكون اتجاهه للأمام يصير للجنوب واتجاه خط الخلف يصير للشمال. ولو اختلف الاتساع هذا تقريبي لو اختلفت من 12 إلى 13 صف الجنوب هذا صف الدرجات. أنا ما أثبت كليا الشرق يصير محل الغرب أو الجنوب محل الشرق. هذا كلام سليم مفهوم. هي طريقة عسكرية هذه. طيب. وجربت أنا طيب الآن طبقنا وين في الأرض نفهمها السنوات هو أخذ يوم الساعة أخوالهم لا الساعة صغيرة تعال هنا الساعة صغيرة تعال هنا خد خيّة خد أبي خد خذيك خد خد أخوه بس هون عندك غير غير هاي ترى مسيرة غير أنا بلا شك يعني في فوائد يقول أيضا إن في ظاهرة في عموم الشجر أنها تميل بالنسبة لمنطقتنا هذه العربية إلى الشرق لأن هوانا الأكثر غربي. لما تنبت الأشجار بتكون أشتان تكون ليلة الهواء ليلة يضربها بيميل فيها يميل فيها إلى الشرق. لذلك الإنسان إذا جهل الجهة وما في شمس ما في أي علامة ينظر إلى الغالب من الشجر المائل فهو جهة الشرق وما يقابل الغرب وحينئذ يضع بقى اليسار إلى الشرق واليمين الغرب عرف الجنوب. نعم هو هاي طبيعة يعني حيث نعم بالنسبة لرمضان ونسمع عن بعض الإخوة في شمس أنك رمضان نسمع بعض الإخوة يعني إذا أذن الفجر ونحن نستخر عليه فعند أذن الفجر يقول لك لك ربع ساعة بعد هذا الصلاة الأذان الثاني هذا صحيح ولا أذكر شيء هل تعني أنت بالأذان الأذان الشرعي ولا الأذان الواقعي؟ الشرعي الأذان اللي حلمت مدينة عمان. أقول إن هذا قبل الفجر يعني هذا لا يدل على الفجر الصادق. هذا الكلام جواب ماذا؟ عفاك الله منه. أنت سألت سؤاله. أنا حتى أتمكن من الجواب الصحيح عليه أريد أفهم منك لما تذكر الأذان هل تعني الأذان الشرعي أم تعني الأذان الواقعي اليوم؟ الأذان الواقعي يعني درس اليوم في المساجد الأذان الشرعي يعني. ما انتهى الكلام فيه وقلنا أن الأذان اليوم بأذن لا أقل قبل الوقت بثلث ساعة هذا تكلمنا عنه أحيانا في فرق نصف ساعة أنا في الجبل في عمان أراه بعيني الفجر كل يوم كل يوم أراه أنا أستطيع أن أبدأ السحور بأذان الفجر هون لأنه في معي وقت تلت ساعة يعني نصف ساعة وبعد ذلك أرى الفجر لذلك إن كنت تعني أنا ما تنقله عن بعض الإخوان هو هذا الأذان القائم اليوم هذا أذان غير شرعي لكن خذ ما هو أهم من ذلك إذا كان المسلم يتسحر وبدأ طعامه قبل طلوع الفجر لدقائق ثم رأى الفجر بأم عيني أو سمع الأذان الشرعي وهو الذي يؤذن بأن يرى الفجر بأم عينه فله أن يظل يأكل حتى يقضي حاجته من طعامه وشرابه هذا وهو يرى بأم عينه بقول مش بعينه بأم عينه يرى الفجر قد سطع
وهو لم يأخذ حاجته من الطعام يجوز أن يستمر بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يأخذ أو يقضي حاجته منه. ما ذكرنا بالظاهرية أو الشارع يعني والموجود هذا الحديث أو الباقي في سنن داود ومسند الإمام أحمد. نعم بالنسبة لي.